في مدينة تضج بالحكايات والأحلام تشكلت شخصية أدبية حملت على كاهلها الرقيق أوجاع حقب قاسية، اشترطت على ذاته الجريحة أن يدون سفرها الحزين بالدم والحبر، فكان لها ذلك في رواية أسماها مزرعة العظام. يتصدر أعلى غلافها اسم أصيل وجميل يدعى جلال فتاح رفعت. ولد في بغداد عام 1954، أكمل دراسته في كركوك والتحق بمعهد الفنون الجميلة في بغداد ليدرس الرسم في قسم الفنون التشكيلي. لم يعتقه سحر السرد وروعته، ولم يتركه يستسلم لجمال الألوان وسحرها الآسر، بل دعاه ليلج إلى عالم التدوين المدهش، حيث لسان السرد القادر على التعبير عن أوجاع الآخرين، حيث الشخصيات في السرد تنطق بما لا يقوى على النطق به الرسم. كتب روايته مطر الربيعي ومجموعته القصصية تحت ظلال ألسنة اللهب. وانتقل بعدها للتأليف المسرحي ليكتب نصوصا ما زالت تمر في ذاكرة المدينة، مثل حب أبي كاك ومرته وصماقلي جولنر ووداعة التوحش. عمل في دار الشؤون الثقافية في بغداد وساهم في إصدار مجلة يورد، ثم ترجم للكاتب التركي يشار كمال رواية الأرض حديد السماء نحاس ورواية لماذا قتل برنجي نفسه. هاجر إلى تركيا واطلع عن كثب على الأدب التركي، تعلم اللغة التركية وأجادها وكتب بها النسخة التركية لروايته مزرعة العظام. عاد بعدها إلى كركوك ليستأنف من قطع عنه من إبداع قديم، حيث أعاد للذاكرة العراقية مجلة يورد بحلة جديدة، ثم ساهم في إصدار مجلة إبداع للمديرية العامة لتربية كركوك قسم النشاط المدرسي، وعمل سكرتيرا للتحرير فيها. تفرغ للترجمة بعد تقاعده من النشاط المدرسي بعد مسيرة عمل مشرفة، حيث تعامل مع أكثر من دار رصينة. ترجم لأورهان باموك رواية المرأة ذات الشعر الأحمر، وللروائي هاكان جونداي رواية قليل، ولحسن تورتاش روايتان هباء وحتى الطيور تذهب إلى عزة. حل القدر أخيرا ليرسم مصير الغياب الأبدي بشكل غرائبي لا يليق إلا بمصائر الكبار من الرواة، حيث كلفته إحدى دور النشر بترجمة رواية ليالي الوباء لأورهان باموك. لم يدون قلمه أي شيء من ليالي الوباء على الورق، لأن الوباء اللعين كان كامنا له في جسده الرقيق. دعاه ليحيا ليالي الوباء في دار الشفاء،
تركه يتأمل في فضاء تلك الدار العاطنة بالموت، مآل حياته الحزين. لذلك قرر أن يزدل الستار على نص حياته القصير ليموت حاملا معه أحلامه المؤجلة إلى منفاه الأخير. في مقبرة المصلى في اليوم 16 من تموز 2021، بعد أن خلف وراءه امرأة ثكلى وأبناء وأصدقاء ورزمة أوراق بيضاء ما زالت تنتظر عودته من دار الشقاء ليخط عليها ترجمته الأخيرة لليالي الوباء. وداعا 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 وداعا.